تعالوا نروح على حاجة مهمة جدا، ألا وهي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول تحت عنوان أفريكا هيلث أو صحة أفريقيا. كويس؟ طبعا هذا المؤتمر بيعقد تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم 7/6 بإذن الله سبحانه وتعالى، من يوم 5 إلى يوم 7/6 على مدار يومين، من يوم 5 ليوم 7/6. معانا على التليفون دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق. أهلا 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 بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف. منورنا يا دكتور، والله الواحد يسعد جدا دايما بسماع صوتك ويتمنى لقائك دايما يا دكتور. ربنا يخليك، أنا اللي بشرف بحضرتك يا أستاذ. لا يا فندم، شرف لينا. دكتور يعني كيف ترى هذا المؤتمر؟ إيه هي أهداف هذا المؤتمر يا دكتور عادل؟ اولا حضرتك زي ما تفضلت حضرتك وقلت، هذا المؤتمر هو مؤتمر طبي كبير ومعرض طبي، يعني لم يسبق مؤتمر ومعرض طبي بهذا الحجم او هذا الحدث في القاره الافريقيه. وكان طبعا حضرتك تعلم ان مصر تبوأت رئاسه الاتحاد الافريقي في عام 2019. مظبوط. وفخامه الرئيس كان وجه بتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات. تعلم حضرتك أن قطاع الرعاية الصحية طبعا من القطاعات المهضومة، مهضوم حقها إلى حد كبير في القارة الإفريقية. وطبعا الجائحة اللي حدثت على مدار العامين الماضيين أثرت تأثيرات سلبية كثيرة جدا في قطاعات الرعاية الصحية في العالم كله وليس في القارة الإفريقية في حالها. صحيح. فكان يعني من ضمن أجندة التعاون المصري الإفريقي أن يكون قطاع الرعاية الصحية في بؤرة الاهتمام. طبعا كانت الأنشطة متوقفة على مدار العامين الماضيين، فكان التنسيق أن يعقد هذا المؤتمر والمعرض الطبي هذا العام إن شاء الله من 5 إلى 7 يوليو. اللي عايز أقول لحضرتك يعني الهدف، الانتماء مصر الإفريقي ثابت وراسخ عبر الزمن. مش هقول إن إحنا بنشترك مع أشقائنا الأفارقة في الظروف الجغرافية أو الديموغرافية التاريخية أو الأشياء التقليدية، ولكن أمامنا تحديات كبيرة وأمامنا مستقبل كبير نتطلع إليه في القارة الإفريقية. ومن ضمن المشاكل الأساسية اللي بيعاني منها المواطن الإفريقي هي مشاكل نظم الرعاية الصحية. فكان هذه الفكرة إن احنا نقعد مع بعض ونتشارك مصر مع أشقائنا الأفارقة لتحديد حجم المشكلات والنظر إليها بنظرة موحدة، وأن نتشارك في الرأي وفي الرؤى بصورة عامة حتى نستطيع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا. وهو ده المستقبل، يعني أن لما توقفت سلاسل الإمداد والتجارة العالمية واعتمد الكل على دمية التطعيمات، وتعلم حضرتك كم المعاناة اللي كثير من البلدان عانتها للحصول على حصتها من التطعيمات في الجائحة الماضية. صحيح. كان لزاما علينا أن نضع خارطة طريق المستقبل، تعاون مستقبلي بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية فيما يخص مجال الرعاية الصحية. أمامنا الكثير اللي كان نقدمه وأمامنا الكثير اللي كان نتشارك فيه. طيب. المعرض فيه زي ما قلت لحضرتك كافة الشركات العالمية المسؤولة عن التجهيزات الطبية والتكنولوجيا الطبية، بتنظمه هيئة الشراء الموحد طبعا والتكنولوجيا الطبية، كافة شركات القطاع الدوائي العالمي والمصري مشتركة أيضا في هذا المعرض، لأن أمامنا نظرة مهمة مستقبلية في القطاع الدوائي. تعلم التحديات القطاع الدوائي طبعا كثيرة، ليست فقط في وجود الأدوية الأساسية، ولكن قوائم طويلة من أدوية بيولوجية وأدوية علاج أورام وأدوية موجهة، والعالم كله بيتغير في الخريطة الدوائية العالمية. فلابد أن يكون لدينا رؤية في هذا، لابد أن يكون لدينا خطة للبحث العلمي الإفريقي ومراكز بحثية متطورة. زي ما بقول لحضرتك احنا بنعرض خبرات، والمؤتمر فيه كافة التخصصات الطبية على الجانب الآخر غير المعرض. المؤتمر فيه كل التخصصات الطبية بتشارك فيها الجمعية الطبية المصرية بتخصصاتها المختلفة بأساتذة مصريين وعلماء أفارقة وعلماء أجانب أيضا، في أوراق بحثية وحلقات نقاش وموائد مستديرة لحل مشاكل بعينها في القطاع الرعاية الصحية. طب. لدينا مثلا مشكلة في صحة الأم والطفل، لدينا مشكلة في الطب الوقائي والصحة العامة بصورة عامة، أوبئة، انتشار أوبئة، ولدينا أيضا مشكلات وتحديات في الأمراض اللي هي بنقول عليها الأمراض الغير السارية. يمكن العالم كله يعني قعد سنوات عديدة بيتحدث عن الأمراض الغير سارية زي أمراض الضغط والسكر والأورام، ونسي لفترة أو لحقبة زمنية
الأمراض السريعة والأمراض المعدية، ثم عدنا إلى المربع صفر بعد انتشار جائحة كورونا. طب واضح يا دكتور، أنا آسف على المقاطعة، بس واضح جدا أنه هناك اهتمام يعني بالغ من جانب رئيس الجمهورية بهذا المؤتمر، فهو ليس مؤتمرا فقط تحت رعاية الرئيس وإنما بحضوره، فإلى أي مدى قد يسهم هذا المؤتمر في إحداث تغيير إيجابي في مسألة الرعاية الصحية في إفريقيا؟ هو زي ما تفضلت حضرتك وقلت، هو ليس مؤتمر فقط برعاية فخامة الرئيس، ولكن فخامة الرئيس مهتم جدا بهذا القطاع اللي هو قطاع الرعاية الصحية في مصر. عارف ان مصر شهدت طفره، يعني بنحاول ان احنا ننقلها ايضا لزملاء لاشقائنا في القاره الافريقيه اللي هي القضاء على فيروس سي، او يعني المبادرات اللي هي مبادره 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات. بنحب ننقل الخبرات دي للقاره الافريقيه. ايضا لدينا رؤيه ان يبدا العمل في الاتفاقات التي ستتم في هذا المعرض المؤتمر من اليوم الاول بعد انتهائه فيما يخص قطاع الدوائي زي ما حضرتك ما ذكرت وقلت. لدينا يعني رؤية كبيرة جدا في القطاع الدوائي في توفير سلاسل إمداد دوائي في القارة، توحيد أو توصيات بتوحيد إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية عبر القارة الإفريقية، أيضا توفير الأدوية البيولوجية والأدوية أدوية الأورام مرتفعة التكلفة، أن يكون هناك الوكالة الإفريقية للدواء مقرها مصر بإذن الله تعالى، أن يكون هناك جدول محدد بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لعقد قوافل مستمرة لمجموعة كبيرة من البلدان الإفريقية، يقام على هامش هذه القوافل معارض دوائية مصرية مستمرة. لدينا أيضا مبادرة للقضاء على روماتيزم القلب في الأطفال في القارة الإفريقية، تعلم أنه حضرتك اختفى في الغرب ولكن مازال موجود في القارة الإفريقية، فهناك تنسيق على أعلى مستوى أن يكون هناك تعاون مستمر على مدار العام بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية. يمكن الغريب أو الجديد يا أستاذ يوسف أن احنا بننظر إلى هذا المؤتمر بمنظور الشراكة الحقيقية وليس بمنظور أن احنا نمنح أو القارة الإفريقية تحتاج. لدينا كلنا في القارة الإفريقية لنا نفس الظروف ولنا الكثير من الاحتياجات، لابد أن نتشارك ونتعاون حتى نحل مشاكلنا من داخل القارة الإفريقية. هو ده المستهدف من هذا، وهذه رؤية السيد الرئيس في هذا المضمون بإذن الله تعالى. طيب دكتور عادل، يمكن أنا يعني من لقاء سابق من كذا سنة عارف أنه حضرتك مهتم بأمور شديدة الوضوح وأعتقد أنها شديدة الأهمية فيما يتعلق مش بس بقطاع الرعاية الصحية ولا حتى بمجرد تطوير صناعة الدواء في مصر، وإنما بالبحث العلمي المتعلق باختراع وابتكار دواء في مصر. أنا متذكر أن اتكلمنا في ده يمكن من كذا سنة. هل هذا المؤتمر بشكل أو بآخر وممكن في دوراته المتعاقبة يسهم في مسألة مش بس دعم صناعة الدواء، لأ، إن أنا يبقى في عندي أبحاث حقيقية لاختراع وابتكار أدوية وعقاقير جديدة، إن أنا أبقى بدعم أكتر مسألة البحث العلمي الصيدلاني والكيميائي والبيولوجي لإنتاج أدوية مختلفة زي ما حضرتك ذكرت، حتى هناك الأدوية البيولوجية وما إلى ذلك. هل هذا المؤتمر سوف يساهم في ذلك؟ حضرتك أصبت هدف مهم جدا لهذا المؤتمر فعلا حقيقي أستاذ يوسف، إن البحث العلمي في مجال الصحة من الأشياء الأساسية اللي على أساسها بنستطيع أن نجد حلول غير تقليدية لأمور قد تكون مستعصية. إحنا في مصر أجازنا قانون الأبحاث السريرية تماما، أجيز من البرلمان المصري وانتهت اللائحة التنفيذية وأصبح قابل للتنفيذ. نحن بصدد أن يكون هناك في هذا المؤتمر جلسات مخصصة لإنشاء مراكز بحثية متطورة على مستوى القارة الإفريقية تشترك فيها مصر مع أشقائنا الأفارقة من أجل هذا البحث أو هذه المراكز البحثية، من أجل إيجاد عقاقير دوائية جديدة تناسب طبيعة الأمراض الموجودة في القارة الإفريقية. هو ده البحث والتطوير. أنا مر بسلسلة البحث من المراحل الأولى والثانية والثالثة حتى نستطيع أن نصل إلى المراحل النهائية في ابتكار عقاقير دوائية جديدة. ده شيء مهم جدا 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 على مستوى القارة إن احنا نتعاون فيه بإذن الله. يعني أنا هستأذن حتى، أنا مش عايز أتقل في سؤال كمان، هو إنه
شركة من الشركات الكبرى استطاعت أن تحقق أرباح زادت عن 22 مليار دولار بسبب دواء واحد، حباية لعلاج أمر ما بصرف النظر يعني، لكن 22 مليار دولار على دواء واحد. طبعا فهي بقى المسألة في كده، ومجال الابتكارات. حضرتك احنا بنستضيف في هذا المؤتمر، بنكرم عالم امريكي هو ريمون شينازي، جاي هيزورنا في هذا المؤتمر. العالم ده لو تذكر حضرتك هو اللي اكتشف دواء السوفالدي اللي عالج مرضى فيروس، وده كان تجربه يعني عايز اقول تاريخيه طبعا. وفعلا الشركه التي يملكها هذا العالم تحولت بين يعني في ايام غضون ايام بسيطه الى شركه بمليارات الدولارات. طبعا مما لا شك ان القطاع الدوائي من القطاعات الجاذبه جدا في مجالات الاستثمارات، لكن الاهم من هذا نحن نستطيع ان نوجد حلول خاصه بانفسنا ولانفسنا. صح، هو ده. على كل احنا تمنياتنا بالتاكيد ان المؤتمر ينجح جدا، بل ويحقق كافه اهدافه. وامنيتي الاخرى هي انه نستضيف دكتور عادل العدوي اول ما وقته يسمح، ونتكلم اكتر على مساله تطوير الابحاث او تطوير لو صح التعبير صناعه ال 1 بليون دولار اندستري. ازاي يبقى في عندي بحث علمي يدعم صناعه الدواء من باب الاختراع والابتكار وليس فقط مجرد خطوط للتصنيع. انا بشكرك مره ثانيه يا دكتور، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لدكتور عادل العدوي وزير الصحه الاسبق.